تخيبه، ايه اللي انت عملته ده؟ وقعت الشنطه قدامك عشان تحس وتاخد بالك، تقوم تاخد الشنطه ترميها؟ ده انا فاكرها. يلا يا اخويا يلا. فقعت موال امبارح جرحني قوي، جرح جامد غائر. شلت الشنطه ليه؟ عشان تقعد يا حبيبي. عشان اقعد ولا خايفه حاجه تروح منها؟ خاف عليا حسره، ده شويه كوسه على شويه جزر. يا ساتر على نظام القرع بتاعك يا نبيله. الله، وانت جايب الحاجات دي في الشغل ليه؟ اوضف فيهم بدل ما انا قاعده فاضيه. وبتطبخي لمين بس في البيت؟ ده انت سابع زوج من ازواجك الكرام خلع فرس على الاسبوع اللي فات. الله يرحمه. صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير. سليمة يا أمين أفندي. مش شغلك. صباح الخير يا فندية. السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الفل. أنت مالك أنت؟ ماشي ماشي يا أمين أفندي يا سكارة، بس أنا ليه النهاردة ليك عندي شوية مقويات عجب. الله الله الله، هو عيب ولا إيه؟ ده حتى العلاج حلو. بقولك إيه؟ من بكرة مش هتركب الأتوبيس ده. ليه؟ لأن النقابة مأجراه للسادة الموظفين، وأنت من السادة الموظفين. فاهم؟ يعني هو الموظفين.